السلام عليكم، وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله رمضان بينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. ان شاء الله عيدكم مبارك وايامكم كلها اعياد. نحن اليوم مسافرين على منطقة سياحية بتركيا اسمها بودروم، منطقة كتير حلوة على البحر والجبل والغابات وهيك يعني. وبس وصلنا بصوركم اياها مشان تشوفوها معنا. وفعلا بتمنى كل اصدقائي اخوتي وخواتي يكونوا معنا. وهلا نحن نزلنا باستراحة، طريق السفر تقريبا 16 ساعة، وبعد 5 ساعات نزلنا باستراحة وطلبنا العشاء. وهي هي الاستراحة، كتير حلوة بس الدنيا ليل ما مبينة. ان شاء الله هلا كمان بس هيك صار الصبح، لاني بنكون كمان لسه على الطريق، بصور لكم هيك مناظر كتير حلوه. هلا صار الدنيا الصبح، سبحان الله المناظر ما احلاها. هلا صرنا على الطريق 10 ساعات، بس مناظر رائعه. نزلنا على استراحة تانية كمان، كان مناظر كتير حلوة، كانت الشمس لسه عم تطلع مثل هلأ. كنت أصور الاستراحة بس نسيت الموبايل بالباص. شايفين هالمناظر والجبال والخضار، والله العظيم كانت سوريا أحلى بكتير، ولسه حلوة برغم الحرب اللي فيها والدمار. الله يرجعنا على بلادنا يا رب، ما في أحلى من بلادنا. لما بتفرج هيك على هالمناظر الحلوة بتذكر سوريا وجبال اللاذقية، طريق اللاذقية. واخيرا وصلنا. اخذ معنا الطريق بس لسه ما وصلنا على المنتجع، لسه في مشوه صغيره. شايفين مناظر كتير حلوه. هذا علي، علي لسه ما وصل، بدي يتزلج. لا توقع يا علي.
الوجع. وهلا هي الغرفة، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا اغراضنا ما صورت، طلعنا وهلا رجعنا. هي الغرفة، غرفة لثلاث اشخاص، أنا وابني وجوزي. شايفين؟ غرفة حلوة ومرتبة. هون في براد، هون اشفي، ايوه هون الخزن. هيك نشوف الحمام، الله يعزكم. كمان الحمام شي مرتب ونظيف. ما شفنا البركون، شوف البركون هو أرضي. هيك هلا طبعا الدنيا شوب، ما في ناس كتير، بس المنظر رائع. شايفين شلون منظر كتير حلو، اللهم صل على النبي. سكر هلا لأني مكيف شغال. وهي الغرفة ورجيتكم اياها كمان، وهي الغداء. اول ما وصلنا كان الغداء جاهز، هدول السلطات، مخللات ومقبلات. هلا انا ما بعرفهم كلهم، لازم ادوقهم. هاي الفواكه والجاتو، حلويات، حلويات التركية. لسه الوجبات الرئيسية ما بديت، هلا لما بيفتحوها بصورها. لما نفتح هذا برغل، وهذا فروج، ومعكرونة بالجبنة. وهذا قرنبيط، بطاطا،
كمان نوع من أنواع الفروج بطريقة تانية مطبوخ. هاي معكرونة بالبشاميل. هذا ناغت. هاي الوجبات الرئيسية اليوم. وعلى العشاء بيكون بتغير الوجبات الرئيسية. هاي المطعم. نحن بركنا برا هيك، بركنا برا اطلالي على البحر. شايفين منظر رائع. نتفرج على المنتجع شوي مع بعض. يعني انا صح بصور بس ما عم بشوف ايش عم بصور من الشمس. يعني أنا آسفة على هاي المناظر بس هدول موجودين بالمنتجع أجانب، وفي كمان أوراق متدينين كمان متحجبين وفي مشكل ملون. اليوم الرابع من العطلة، طلعنا بمركب من الساعة 10 للساعة 5 العصر. رحلة بحرية كتير حلوة، المركب كمان حلوة كتير. بيشمل كل شيء. أنا ما بقدر أمشي. سبينا تمشي هيك وين؟ شايفين مناظر أحلاها. Thank you.
علي تعالي صوريني من قدام الجبل. عادي عادي لون ماما حلوه. امشي قدامه علي. اه جنزير با يلا ابي قال قال ابلا استني قال هيك انا بشغل وين اجي هاي بيصورتنا قال 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 لا لا انا ما بدي بس هيك برابر هيك برابر بابا خلي الصبر استني بابا امشي قال امشي قال قال امشي قال قال امشي سكت سكت صوري صورة علي من وين ترى سوريا سوريا يلا خلص قاتل ما قاتل هاي انا ثاني انت صوري لا لا ما بدي هذا واقف عم يستنى وهي خلصت عطلة الصيفية خلص الأسبوع وراجعين على البيت وعلى الطبخ مع الشغل هلا نحن بالمطار موعد الطيارة قرب هاي المطار قبل موعد الطيارة هيك افرجيكم شوي على المطار ساعتين إلا ربع نكون باسطنبول إن شاء الله إن شاء الله رب